النهارده ومع بدايه الجلسه الاجرائيه لقمه كوب 27 في شرم الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمه للمشاركين في القمه من خلال منشور على الصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه، اتكلم فيه عن التوقيت الحساس اللي بتقام فيه قمه المناخ وسط اخطار وجوديه وتحديات غير مسبوقه العالم كله بيواجهها وبتاثر على بقاء كوكبنا وعلى قدرتنا على المعيشه عليه. الرئيس اكد هنا انه هذه الاخطار محتاجة تحرك سريع من كل الدول عشان ترسم خارطة الطريق لإنقاذ العالم من تأثيرات التغيرات المناخية. رئيس السيسي عبر في كلمته عن أمل مصر في أن مؤتمر المناخ يخرج من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ عن طريق إجراءات ملموسة على الأرض. كلام الرئيس السيسي كان متطابق مع مضمون الكلمة اللي ألقاها وزير خارجية سامح شكري في الجلسة الإجرائية للقمة بعد اختياره بالتزكية لرئاسة قمة المناخ كوب 27 وبعد إجراءات تسليم المملكة المتحدة رئاسة القمة لمصر. تؤكد الدراسات العلمية مرة أخرى من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد. ولعل ما شاهده على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان وفي قارتنا الأفريقية وفي أنحاء من أوروبا وأمريكا، لعل تلك الأحداث وما خلفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا، يدعونا إلى اليقظة والحرص وإلى التحرك العاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وفاء بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا. سيدات والسادة، لا يخفى على أحد منا أن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت أثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتب عليها أزمات في امتداد الطاقة والغذاء. وإذا ظن البعض أن هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي الدولي لمكافحة تغير المناخ، فإنه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ أن نثبت عكس ذلك. لذا فإنني أدعوكم جميعا لأن نؤكد للعالم أننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له. ومن أجل ذلك فلقد كانت دعوتنا دائما أن الوقت قد حان للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية. وزير الخارجية دكتور سامح شكري اتكلم كمان في الجلسة عن تأثير التوترات السياسية في العالم على القمة، وقال إنه البعض بيعتقد إنه الأزمات العالمية ممكن تعطل العمل الجماعي، لكن لازم كل اللي موجودين في شرم الشيخ يثبتوا العكس، وقال إنه من الضروري جدا إنه تحصل نقلة حقيقية من مرحلة المفاوضات والتعهدات لمرحلة تنفيذ التعهدات. طبعا كلام وزير الخارجية هنا كان موجه للدول الكبرى اللي قدمت تعهدات كتير في قمم المناخ اللي فاتت وما نفذتش منها حاجة تقريبا. أهم هذه التعهدات كان توفير مبلغ 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية. هذا المبلغ أشار لي وزير الخارجية سامح شكري في كلمته وقال إنه جهود توفير ال 100 مليار دولار ما حققتش النجاح المطلوب، لكنه أكد كمان إن المؤتمر فيه فرصة متاحة قدام العالم لمواجهة آثار تغير المناخ اللي بيعتبر خطر بيهدد الملايين، وقال إنه هؤلاء الملايين بيعانوا كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله بسبب التقصير في مواجهة التغيرات المناخية أو التباطؤ فيها، وأكد إنه مفيش أي مجال إننا نتخلى عن مستقبل الأجيال الجديدة لأن هذا المستقبل مسؤولية في أعناق الجميع. النهارده في أول أيام مؤتمر كوب 27 الحقيقة في رسالة واضحة موجهة من مصر للعالم كله، هذه الرسالة كانت واضحة سواء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، وهذه الرسالة هي ضرورة تحويل الوعود والتعهدات إلى واقع ملموس.
هي نفس الرسالة اللي عبر عنها الرئيس السيسي قبل كده خلال مشاركته في قمة جلاسكو السنة اللي فاتت، وكان الأمل أنه شرم الشيخ تكون السنة دي محطة تاريخية بارزة في رحلة البحث العالمية عن حلول حقيقية لأزمة المناخ بعد سنين طويلة فشلت فيها قمم المناخ اللي فاتت في تنفيذ خطوات جادة وملموسة لمواجهة آثار التغير المناخي الذي يعاني منه العالم كله. إن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض. ثانيا، إن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل المناخ تثير الكثير من الشواغل. إذا أن تعهد توفير 100 مليار دولار سنويا لم يجد بعد سبيله إلى التنفيذ، كما أن أغلب ما يتوفر من تمويل يميل بطبيعته إلى خفض الانبعاثات على حساب جهود التكيف، فضلا عن اعتماد أغلب التمويل المتاح على القروض. وأظن أنكم تتفقون معي أننا لا نملك طرف الاستمرار على هذا النهج، بل يتحتم علينا تغيير مقترباتنا من التعامل مع هذا التحدي الوجودي، ويتعين علينا السعي بجد وإخلاص للاستماع والتعرف على شواغل الأطراف الأخرى وتفهمها. رغم جملة التحديات التي نواجهها، إلا أن البشرية لا تزال أمامها الفرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل سويا بشكل متسق ومتناغم.